بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا. طبعا الدرس ديال التروازيام اني طبعا كوليج، فونكسيون لينيير. طبعا الصفحة هي باج 155، 155. نبداو بليزاكتيفيتي، أهم حاجة هو ليزاكتيفيتي باش نعرفوا منين جات هاد الدالة الخطية. نبداو على بركة الله. اكتيفيتي 1 ان اكزومبل دو فونكسيون لينيير، يعني مثال واحد الداله خطيه. نعم، لو بيريميتر دان كاري ايتيل بروبورسيونيل على لونغور اكس دو سون كوتي. نعم، قال لك واش المحيط ديال المربع يعني متناسب مع لونغور اكس دو سون كوتي، يعني الطول ديال الضلع. نعم، اللي خدينا مربع مثلا، ها هو مربع. نعم، مربع مهم تقريبا. هنا عندنا الطول ديالو هو اكس، ياك؟ وطبعا اذا لغدينا الطول هو الضلع هو اكس، هنا البيريمتر بي، هنا لو بيريمتر. بمعنى الا كان عندنا طول مثلا واحد، الضلع القياس ديالو واحد، شحال يكون عندنا المحيط؟ دونك نضربو في ربعة، لان كيكون طبعا المحيط ديال لو بيريمتر ديال الكاري هو ربعة في واحد، هي ربعة. الا كان عندنا هنا جوج، شحال يكون عندنا المحيط؟ 4 في 2 8. إلا كان عندنا مثلا 3، 3 في 4 12. فوالا، نكتفيو بهادو. إذا فاش غنضربو 3 باش تعطينا 12 في 4 فوا 4 فوا 4، 2 فاش غنضربوها في 4 بتعطينا 8، و1 فاش غنضربو تعطينا 4 طبعا في 4. إذا غنقولو لو بيريميتر دان كاري اي بروبورسيونيل على لونغور دو كوتي، يعني متناسب معاه. بروبورسيونيل ها هي بروبورسيونيل، اللي هي متناسب. علاش؟ لان واحد فاش كنضرب عطينا 4 في 4، كذلك نفس خلينا دير 2، 2 في 4 8، 3 في 4 12، دونك فهو متناسب معاه. دابا غنمشيو طبعا نقراو شنو عطونا لي دوني. La relation qui relie la longueur x de côté d'un carré, يعني العلاقة اللي ترتبط ضلع longueur طول x d'un côté d'un carré avec son périmètre y est une fonction linéaire. Voilà, هذا واحد التعريف مهم. ها هو on la note. عوض نكتبوا هذا الشيء، هذه العلاقة اللي كذا، نجيو نديرو تو سامبلومون، نديرو f ونديرو هنا x ونربطوها بهذا السام، نديرو 4x. 4 x 4x، c'est-à-dire ان f لي x est égal à 4x. f لي x est égal à شحال؟ 4x. اذا العلاقه اللي كتربط الضلع مع البيريمتر هي هذه، هي 4x، ان x فليش 4x، c'est-à-dire الفونكسيون غنسميوها لينيير، f لي x تساوي لنا 4x. 4x فوالا. اي اون ايكري ان f لي x est égal à 4x، وطبعا راه f لي x راه هي y. هي تقال اف لي اكس اللي هي 4 اكس، هادي تيتين فونكسيون. اف لي اكس اي ليماج دان دو نومبر اكس باغ لا فونكسيون لينير اف. اذا هاد اف لي اكس شكون هي؟ هي ليماج، هي الصوره ديال العدد اكس باغ لا فونكسيون لينير اف. المهم هذا تعريف مهم. ديتيرميني لي زيماج سويفونت. نعم، دي نو سويفونت. اذا عندنا جوج، ياك؟ نبداو. اذا نديرو اف لي جوج، نسقلبو على ليماج ديالو، نديرو اف لي جوج. اف لي جوج فوالا اكس، نعوضو باش بجوج، نديرو 4 في 2 اللي هي 8 كات ويت. اذا اف لي جوج كتساوي لنا 4 فوا 2 ايتيغال ويت. دابا حنا هادي كتسمى ليماج ديال جوج، ليماج هذا هو الصوره ديال جوج، وجوج كيتسمى السابق اللي هو لانتيسيدون. خلينا عارف ليماج. اذا 8 شنو هي؟ هو ليماج ديال جوج، بمعنى اف لي جوج ايتيغال 8. ناخذ ان نومبر عندنا 3، نديرو اف لي 3، اف لي 3 غنشدو هاد العلاقه هي، نديرو 4 فوا باش نعوضو اكس، نعوضو ب 3، اذا عطينا 12. ناخذ ان نومبر اخر 5، اف لي 5 رجعو للعلاقه هي هادي، نديرو 4 في 5 ايتيغال 20. ثم 7 على 6 بقاتنا، 7 على 6 نديرو اف لي 7 على 6، اللي هي ناخدو العلاقة ديما هادي، 4 فوا 7 سيغ 6، فوالا هي 28 على
على 6 نختزلوا بجوج، هي 14 على 7، هي 14 على 7، 14 على 7. اذا اف لي 7 سيغ طبعا 6. اول حاجه نمشيو للفونكسيون هي 4 فوا اكس، نعوضو باش 7 على 6، 4 في 7 28، 28 على 6 اختزلوها، 28 هي 7، هي 14 في 2 وهي 3 في 2، هي 14 على 7. هذا بالنسبه طبعا للسؤال الاول. السؤال الثاني كالكولي اف لي 1 سيغ 4. كالكولي اول حاجه نحط ديما الفونكسيون اف لي اكس، التعريف ديالها شحال هي 4 اكس. اذا السؤال الثاني اف لي 1 على 4، اف لي 1 على 4 سيتادير غنديرو 4 فوا 1 سيغ 4، بمعنى نعوضو اكس باش ب1 على 4 اللي هي 4 على 4 اللي هي 1، اللي هي 1. ثم قلنا اف لي 3، اف لي 3 فوالا غنشدو اف لي 3 راه هي اللي قلنا، غنديرو 4 فوا 3 اللي هي 12. نعم ثم اف لي 3 سيغ 8، اف لي 3 سيغ 8، اف لي 3 سيغ 8 غنشوف غير هادي هي، غنديرو في 4 فوا 3 على 8، 4 في 3 هي 12 على 8، اما نخليو هكا ولا نختزلوها. هذا 4 في 3 وهذا 4 في 2، غتبقى هنا 2 وهنا 3، 3 سيغ 2. فوالا غنمشيو للسؤال الثالث، ديتيرميني لو نومبر دون ليماج اي 18 باغ اف، يعني نحدو العدد اللي صورته هي 18. سيتادير شنو معنيتها؟ نديرو هنا ثالثا صورته 18، يعني ان اف لي اكس ايتيكال 18، هذه المعنى ديالها اللي صورته 18. غنقراو السؤال مزيان، ديتيرمين لو نومبر دون ليماج اي 18 باغ اف، يعني صورته 18. اذا شنو هي اف لي اكس؟ هي 4 اكس تساوي لنا ايكواسيون كتساوي لنا 18، الور اكس شحال كتساوي لنا؟ 18 على 4 اللي مضروب في اكس كيجي في المقام اللي هي 9 سيغ 2، اللي هي 9 سيغ 2. فوالا دابا غنمشيو طبعا قال لك السؤال اللي موراه كونستخوي لا ريبريزونطاسيون غرافيك دو لا فونكسيون اف دون ان روبير اوغتو نورمي، يعني غنشئو الداله المنحنى ديالها يعني في معلم طبعا اوتونومي، معلم متعامل منظم. فوالا ديروا واحد المعلم عاد رسموا رسم تقريبي. هذا اذا هذا هو لي زابسيس، هنا عندنا او، هنا واحد جوج ثلاثه مثلا اربعه، هنا واحد جوج ثلاثة أربعة، يكونوا مقادين واحد جوج ثلاثة أربعة، واحد جوج ثلاثة أربعة، وهنا ناقص واحد ناقص جوج ناقص ثلاثة، معروفين هادو هاد المال. إذا إلا خدينا صورة واحد مثلا اف لي أن، اف لي أن إيتيكال أربعة في واحد اللي هي أربعة، صورة واحد هي أربعة، ها هي صورة واحد هي أربعة، وعلقوها مع أو. علاش غيمر من أو؟ لأنها لينيير، لينيير فوالا، رسموها بالمسطرة، اسمها بالمسطره. نعم نمر الى طبعا اكتيفيتي 2 فونكسيون لينير دون اون كوني لو غرافيك، نعرفوا المنحنى ديالها، هي دائما تمر من اصل المعلم، ديما كتمر من هاد لوريجين. قال لك ليغ سيغ لو غرافيك لي زيماج دي نومبر، صوره ناقص 2 ناقص 1، نمشيو نبداو بناقص 1 واضحه، ها ناقص 1 هادي ناقص 1، هنا الابس هذا هو لي زابسيس، ناقص 1 شحال عندها هنا؟ تقريبا 2 ياك، صورة ناقص واحد فوالا، هنا ناقص واحد يعطينا جوج لأنها واحد ها جوج، إذا صورة ناقص واحد هي جوج، بمعنى اف لي ناقص واحد إيتيكالا دو جرافيكمون. ها ميانيا نعاود، ها ناقص واحد في لابسيس وهذا، هنا ناقص واحد كنمشيو بمسطرة عطاتنا جوج. صورة صفر، صورة صفر هي صفر، لا هي تمر بأصل المعلم، صورة صفر هي صفر، دائما الفونكسيون لينيير صورة صفر هي صفر ديما، يعني تمر بأصل المعلم. صورة واحد نمشيو لواحد، ها هو واحد وغنتبعو بحال هكا، يعني لو كت مجبناش مسطرة معنا، ها واحد صورة واحد غنبقاو غادي هكا، هي هادي شحال القيمة هادي؟ طبعا ناقص جوج موان دو، شحال؟ موان دو، إذا اف لي واحد إيتيكال موان دو. كنمشيو للمنحنى، ها كيفاش نتعاملوا معاها؟ كنا ناخذوا واحد هو واحد هو اي، وكنمشيو نسقطوا على المنحنى عموديا بحال هكا، اذا هي هذه القيمه، وكنسقطوها على محور الاراتيب هذا لي اوردوني، لي زوردوني هذا. اذا شحال عندنا هنا؟ طبعا ناقص جوج. غنمشيو لجوج، صوره جوج فوالا، جوج عندنا واحد ها جوج، كنلاحظوا ان خصنا نرسموا المنحنى، يعني نكملوا المنحنى. تاني صوره موان دو، موان دو خصنا نمدو هذا، نمدو هذا، ها موان زان،
ها موان دو غنديرو لها بحال هكا وغنسقطوها، ولكن المنحنى خصو يكون نكملوه. فوالا قال لك هنا ليف سيغ لو غرافيك لي نومبر دون لي زيماج 3 على 2. شكون هو اللي صورته 3 على 2؟ غنمشيو 3 على 2 في الاراتيب، ها واحد ها جوج ها 3 على 2 هي هادي، وغنسقطوها هنا. تجينا شحال هنا؟ تقريبا هنا ما كاملاش، تكون شحال تكون هنايا ناقص واحد، هنا تكون ناقص واحد فاصلة. إذا قلنا ها ناقص واحد، ها ناقص جوج، هنا واحد ونص اللي هي ثلاثة على جوج، ثلاثة على جوج واحد ونص، ها واحد ها جوج، هنا ثلاثة على جوج واحد ونص. إذا سقطنا هنا وهبطنا تقريبا 0.8 تقريبا. إذا صورت ثلاثة على جوج، أو شكون صورته ثلاثة على جوج باغدون، شكون صورته ثلاثة على جوج، يعني هو تقريبا ناقص 0.8 تقريبا، ثلاثة على جوج. هنا شكون هو اللي صورته ناقص واحد؟ غنجيو لهنا، ها ناقص واحد هي هادي، شكون صورته ناقص واحد؟ فوالا ها ناقص واحد. إذا شحال شكون صورته ناقص واحد؟ هو 0.5، هو واحد على جوج. لاحظوا هانت فين هو ناقص واحد؟ هنا ناقص واحد. إذا ناقص واحد هنا الصورة ديالو هو هذا، النص ديالو هي 0.5. إذا اللي صورته ناقص واحد هو واحد على جوج أو 0.5. ثم شكون هو اللي صورته ناقص جوج؟ نمشيو ناقص جوج، ها ناقص واحد ها ناقص جوج، باردون هنا ها ناقص واحد ها ناقص جوج، شكون صورته ناقص؟ ها ناقص واحد ها ناقص جوج، شكون هو اللي صورته؟ هو واحد. إذا لي صورته ناقص جوج هو واحد، إذا اف لي واحد كتساوي ناقص جوج. نعم لو بوان ام ابارتيان تنتمي للدروات. غنشوفو ناقص ثلاثة على جوج وناقص واحد، ها ناقص ثلاثة على جوج ها ناقص واحد، هنا ناقص واحد، هنا ناقص جوج، هنا ناقص ثلاثة على جوج، هنا ناقص واحد ونص، ناقص واحد ونص شحال معايا؟ مع ناقص واحد، ها ناقص واحد ونص باغدو، ها ناقص واحد ونص مع ناقص واحد هنا، هادي لا تنتمي. إذا ام نابارتيان با، ام نابارتيان نابارتيان با ا لا دغوات، نابارتيان با ا لا دروات اللي هو دي. انا نقول ام بحال هكا تو سامبلومون، نديرو ام نابارتيان با لدي، نابارتيان با لدي. هذا طبعا بقى لنا السؤال الاخير، قال لك هنا ديتيرميني جي دي اكس اون فونكسيون دو جي، جي دي اكس اون فونكسيون دو جي. اذا غناخدو شي نقطة معروفة بحال اللي عندنا مثلا صورة واحد ناقص جوج، غنقولو أولا هي لينيير، إذا اف لي اكس ايتيكال بصفة عامة ا اكس، هادي حيت لينيير تو سامبلومون حدو هاد ا. لاحظوا عندنا قبيلة شنو لقينا؟ لقينا أن صورة واحد هي ناقص جوج، عندنا اف لي واحد هي ناقص جوج. إذا لاحظوا معايا صورة واحد هي ناقص جوج، إذا ا بمعنى عوضنا في الداله نقولوا اف لي واحد كيساوي نعوضوا اكس طبعا كتعطينا اف لي واحد كيساوي لنا ناقص جوج. نعم اذا حنا ا شنو كتساوي؟ ا كتساوي اف لي اكس على اكس من خلال هذه العلاقه هذه، ا كتساوي اف لي اكس على اكس، سيتادير اف لي اكس اللي خدينا بالنسبه للتمرين هي اف لي واحد على واحد، هي اف لي واحد على واحد، لان اف لي اكس على اكس. شحال اف لي واحد؟ هي ناقص جوج، ناقص جوج على واحد اللي هي ناقص جوج. اذا الداله اف لي اكس كتساوي ناقص جوج اكس، تساوي لنا ناقص جوج اكس. الخلاصه ان ديما بما نقلبوا على ا كنديروا اف لي اكس على اكس، تو سامبلومون، طريقه سهله وممتازه. لاكتيفيتي طبعا 3 غرافيك دي فونكسيون، يعني تمثيل مبدئي ديال واحد داله لينيير. السؤال الاول قالنا اون كونسيدير لا فونكسيون لينيير ديفيني با، هاي معرفه باش هذا ماشي سؤال معطيات. اش الاكس تساوي موان 3 سير 2 طبعا اكس، ديتيرميني لي زيماج، نحطوا الصور ديالهم. اول حاجه خصنا نحطوا الفونكسيون قدامنا، هذا التعريف ديال هذا هي ناقص 3 على 2 اكس، هذا راه اكس. قال لك حدد صوره ناقص 3، ما كاينش هنا سؤال في الاول، ما كاينش سؤال ديال معطيات. ديتيرميني موان 3، صورة موان 3 نديرو اش لي موان 3، اش لي موان 3 نديرو موان 3 سيغ 2 فوا موان 3 اللي هي كنعوضو بناقص 3 هنايا، هي 9 على
جوج. ثم صورة تكون موانز ان، موانز ان اش لي موانز ان هي ناقص ثلاثة في جوج فوا اكس نعوضوه بموانز ان عطينا تخوا سيغ دو. ثم صورة ستة اش لي سيس، فوالا اش لي سيس غنديرو موان تخوا سيغ دو فوا سيس. ستة في ثلاثة 18، إذا موان لا طبعا جوج اللي هي موان نوف، موان نوف. ثم قال لك ديتيرميني لانتيسيدون دو ناقص ثلاثة على أربعة باغ اش، سيتادير هذا الشرح ديالها لو نومبر اكس بحال هكا. إذا نقلبو لانتيسيدون بهذه الصيغة هذه، شكون هو لانتيسيدون ديال من؟ ديال ناقص ثلاثة على أربعة، غنديرو اش لي اكس تساوي ناقص ثلاثة على أربعة. السؤال الثالث غنديرو اش لي اكس كتساوي ناقص 3 على 4 ونعوضو باش الاكس اللي هي موان 3 سير 2 اكس ياك كتساوي ناقص 3 على 4. الناقص غتمشي مع الناقص وهنا غنوحدو المقام، غنضربو هادي في جوج تولي 4، نضربو هادي في جوج تولي 6 اكس باردون كتساوي 3 3 على 4. هادشي 4 مع 4 دونك اكس شنو كتساوي 3 على 6 اللي مضروب اكس يجي في المقام 3 على 6. اما نخليوها كون نختزلوها، اما نخليوها ولا نختزلوها. طبعا قلنا السؤال الموالي كونستخويغ لا كورب دو لا فونكسيون اش دون ان روبير. اذا من الاحسن نحسبوا الداله اللي عندنا رسموها المنحنى ديال هي هذه كتساوي ناقص 3 على 2. من الاحسن نحسبوا صوره هذا هو اش لي 2 من الاحسن شنو كتساوي لنا ناقص 3 على 2 فوا 2 باش يمشي لنا الكسر هي ناقص 3. إذا صورة جوج هي ناقص 3 فوالا اون فا كونستخويغ أولا الغوبير ها هو هنا أو هنا واحد هنا جوج هنا 3 هنا متى واحد هنا جوج هنا 3 هنا موان زان هنا موان دو هنا موان 3 اكسيترا. إذا صورة جوج ها جوج صورة جوج شحال ناقص 3 ناقص واحد ناقص جوج ناقص 3 هي هذه ها. وبما أن هذا الخط هي اللينير غيمروا من أصل المعلم حركة هذا هو لا كوغ ديالها. غنمشيو دابا لاكتيفيتي 4 كود ديتيرمينيسيون دو فيكسيون يعني تحديد دالة لينيير هذه مهمة كونيسون ليماج دان ريال نون نيل يعني كيفاش نخرجوا طبعا دالة اون فونكسيون لينيير بمعرفة الصورة ديال شحال بحال هكا سوا اف لا فونكسيون لينيير تيل كو اف تساوي 3 تساوي 5 ديتيرميني ليماج دو اكس ديتيرميني ليماج دو اكس بار اف فوالا. اذا عندنا الداله لينيير اول حاجه كنقولوا اف لي اكس ايتيغالا ا اكس اف لي اكس شحال كيساوي لنا ا اكس اون فا ديتيرميني ا خصنا نحدو ا سيلا بما ان اف لي 3 شحال كتساوي اف 3 كتساوي لنا 5 اي اي باردون اف 3 شحال كتساوي لنا 5. اذا الا بغينا نقلبوا على ا سهل غنديروا اف لي 3 على 3 عقلوا على هذه الخاصيه اف لي 3 على 3 ديما غنديروا اف لي 3 على 3 شحال اف لي 3 هي 5 على 3. اذا شنو عطينا شحال لقينا ا شحال لقينا ا لقينا 5 على 3 غنجيو غنديروا اف لي تساوي نعوضوا ا هاد ا هذه هذه ا نعوضوها بشحال 5 على 3 وي 5 على 3 اكس 5 على 3 اكس. اذا الداله الخطيه اللي عطاونا شي صوره ديال شي عدد مثلا اف 3 كتساوي 5 كنقلبوا على ا وكان صافي لقينا اشحال كيساوي لنا ديما كيساوي لنا هذا 5 على 3 ديما كيساوي لنا الخارج هذا 5 على 3. مثلا عندنا نعطيكم اكزومبل اخر باش نشدوا الدرس مزيان. مثلا عندنا اف لي 4 كتساوي 7 فا ا ساهل ا كيساوي 7 على 4 ديما كيساوي لنا 7 على هذا الخارج 7 على 4. ولا بغينا الداله كيساوي لنا 7 على 4 ولا بغينا الداله اف لي اكس كنديرو 7 على 4 اكس. هذا مثال من عندي. اما نرجعوا لديالنا معطونا اف لي شحال كتساوي لنا ا اكس. اذا اف لي 3 كتساوي لنا 5 عطاونا معطيات. اذا اشنو كيساوي اف لي 3 على 3 يعني كيساوي 5 على 3 وهذا هو اللي غنوضعوه هنايا عطينا 5 على 3 اكس. Existe-t-il une fonction linéaire g telle que j li 1 كتساوي جوج و j li جوج كيساوي 3
واش ممكن تكون عندنا؟ هنقلبوا على ا ديال هذه و ا ديال هذه. عندنا بالنسبه للاولى جيلي واحد شحال كيساوي؟ جوج. اذا اشحال كيساوي لنا؟ قلنا جيلي واحد على واحد اللي هي جوج على واحد. اذا نشوفوا الاخرى، عندنا جيلي قلنا جوج على واحد هي جوج. نشوفوا الاخرى ثاني، جيلي ثلاثة باردون جيلي جوج كتساوي ثلاثة. اذا اشنو كيساوي لنا؟ جيلي جوج على جوج اللي هو ثلاثة على جوج. واش عندهم ميم ا؟ ما عندوش نفس ا. اذا ال نيكزيست با، ال نيكزيست